اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد ومستمرين بالتاكيد في برنامج الترند عشان نرصد الجديد عبر السوشيال ميديا وما يكتب بالنسبه للنادي الاهلي او حتى في الرياضه المحليه والرياضه العالميه. لكن بسرعه نروح لعناوين ترند المحلي. نشرت الصفحه الرسميه لاتحاد الكره على الفيسبوك اسماء حكام مباراتي اليوم بالدوري. عندنا مباراتين انبي مع اسوان وبيراميدز امام الانتاج الحربي. ومن الصفحه الرسميه لسوبر كوره على الفيسبوك قالوا ان اللجنه الخماسيه تخطر الاهلي والزمالك باربع مخالفات في القمه. كمان من الصفحه الرسميه لليوم السابع على تويتر كتبوا ان اتحاد الكوره يلغي مساحات كورونا قبل المباريات. والحساب الرسمي للاهرام على تويتر ايضا كتبوا ان جهاز المنتخب الاولمبي بيدرس مصير وديات اكتوبر ونوفمبر استعدادا لاولمبياد طوكيو. طبعا الترند المحلي احنا مش بنتكلم في تفاصيل كتيره لان طبعا الاخبار المحليه طبعا قليله لان خلاص عجله الدوري دايما الحدث كله بيبقى النادي الاهلي. فلما تلاقي الاخبار كلها عن النادي الاهلي تلاقي الاخبار المحليه قليله جدا، وهتلاقي اخبار المنتخب قليله جدا والمنتخب الاولمبي قليله جدا. طبعا لسه بدري على اجنده اكتوبر ونوفمبر، وهنتكلم على هذا الموضوع. احنا من حوالي اسبوعين كلينا السبق والانفراد في وقتها لما اتكلمنا على اجنده اكتوبر وايه اللي حصل فيها. لكن النهارده عندنا مباراتين في الدوري، انبي مع اسوان وبيراميدز امام الانتاج الحربي. انبي مع اسوان حاليا النتيجه التعادل الايجابي 1-1. ما ننساش ان اسوان في المباراه السابقه كان عمل نتيجه كويسه جدا وكبيره على المقاولين وفاز بهدف مقابل لا شيء، وكان مسعد عوض كان عامل مباراه كبيره جدا. مسعد عوض بالمناسبه كاتب على صفحته الشخصيه لاعب سابق في النادي الاهلي وفي توقيت معين ان شاء الله هرجع تاني للنادي الاهلي. ده مسعد عوض حارس مرمى اسوان اللي مش قادر ينسى اللحظه اللي كان موجود فيها في النادي الاهلي وعنده تحدي انه يرجع النادي الاهلي من تاني. عمل مباراه كبيره امام المقاولين وبنبارك له عليها بالتاكيد، لانه مسعد من الحراس المتميزين جدا. بالليل طبعا في مباراه بيراميدز والانتاج الحربي، تقدر تقول هي مباراه متكافئه لان بيراميدز طبعا في بينافس على المركز الثاني او الثالث مع الزمالك ومع المقاولين، كلهم بينافسوا على المركز الثاني عشان دوري ابطال افريقيا. والانتاج الحربي عامل نتائج كويسه جدا طبعا الفترات الاخيره، فمباراه تقدر تقول متكافئه لان في النهايه انت المباراه داخل الملعب 11 ضد 11. طبعا ممكن القيم الماليه والتسويقيه للفريق تكون اعلى من فريق، لكن شفنا ده في دوري ابطال اوروبا ممكن يكون باريس سان جيرمان متخطي 2 مليار يورو صفقات وتسويق، لكن في النهايه خسر من بايرن ميونخ اللي ممكن يكون حجم التسويق بتاع فرقته لا يتخطى ربع هذا المبلغ ونصف المبلغ. فبالتالي هي في النهايه لعبه عايزه رجوله و11 راجل داخل الملعب، لكن في النهايه هنشوف ان شاء الله النهارده مباراه ممكن تكون جيده. طيب اللجنه الخماسيه وسوبر كوره اهتمت بهذا الخبر، واللجنه الخماسيه بتقول ان هي هتخطر الاهلي والزمالك باربع مخالفات حدثت في مباراه القمه. هي المخالفات مش مخالفات ليها علاقة بالمباراة بشكل فني، لا هي مخالفات ليها علاقة بالإجراءات الطبية المتبعة في مباراة الدوري في زمن الكورونا. اللجنة الخماسية حذرت الناديين من تكرار هذه المخالفات في المباريات القادمة، والمخالفات بتتكلم على فكرة عدم التزام اللاعبين بالإجراءات، وأبرزها يعني تبادل العناق والأحضان عقب الأهداف وتناول المياه من نفس الزجاجات وعدم التزام البدلاء بارتداء الكمامات وعدم الالتزام بالمسافات المتفق عليها وهي متر ونصف من كل لاعب على دكه البدلاء. انا والله فاكر وانا بتفرج على ماتش الاهلي والزمالك كنت بص على دكه الاهلي كنت شايف الالتزام ده على فكره. يعني كنت شايف الاهلي كل اثنين قاعدين على يعني تتكلم على دكه البدلاء واحده، ما كانش في دكه البدلاء اللي هي الكامله المكتمله اللي فيها الطقم بالكامل بعدد البدلاء، لا كل اثنين موجودين على مقعد وبين المقعد والتاني حوالي متر ونص وفي مساحات كبيره لدرجه حتى ان ممكن العمال يكونوا قاعدين على الايس بوكس اللي بعد دكه البدلاء. الجهاز الفني قاعد وكنت شايف الكمامات على كل اللعيبه. فانت لو عندك في مشكله في طرف تاني او عندك عدم التزام من اطراف تانيه يعني يا ريت ما يبقاش القصه تجميع الكل. يعني ما فيش توازن، انت عندك مخالفه في مكان قول المخالفه كذا، مش عيب على فكره ومش هتزعل ومش هتخوف يعني. لكن ما تجمعش. لان انا وقتها لما شفت يعني ما يعني لما احرز ياسر ابراهيم الهدف ما كانش فيه عناق ولا كان فيه احضان ولا بتاع، بالعكس ده كله كان رايح يجيب الكوره عشان عيل قال عايز يكسب. يعني لو تركزوا وتاخدوا بالكم من فكره الهدف مفيش لعيبه جريت على الخط ونامت على الارض وعملت احتفال بنصف نهائي دوري ابطال اوروبا. لا الاهلي جاب الهدف وعايز يجيب الكره عشان يجيب الهدف الثاني. الاهلي كان عايز يكسب. مش وقت ان هو يبقى فيه قبلات واحضان وبوس والكلام ده كله، الاهلي كان عايز يكسب فما كانش فيه سلامات والكلام ده كله. فما كانش فيه صبيه الملاعب داخلين من غير كمامات. ما كانش فيه صور جماعيه مع احد اللاعبين على ارض الملعب واللعيبه الصغيرين كلهم ملتفين حوله. الصور كان واضحه، لو عندكم مخالفه طبيه اعلنوها قولوا سين صاد عين، ما تقولوش كله عشان في الاخر ايه؟ شغل التوازنات حتى في الاجراءات الطبيه مش سليمه يعني. عندك مشكله في خطا طبي عند طرف قول الخطا ده عند الطرف ده، واتمنى يكون في لائحه في الاخطاء الطبيه
لازم تكون عندك لائحه في الاخطاء الطبيه. في نادي ما التزمش بالاجراءات الطبيه وقع عليه عقوبه وغرامه على طول، او وقع عليه عقوبه حسب اللائحه اللي هتحطها. لكن فكره كده اخطاء ولازم نلتزم ولازم نغير ولازم نعمل، ده مش صح على فكره. وانا حاجات كتير بصراحه بشوفها في الدوري المصري، حاجات كتير غلط غلط غلط. والله اعلم كمان المراقبين بيعملوا المساحات ولا لا، او مش عارف بصراحه. طيب اتحاد الكره قال بقى كمان ان هنلغي مساحات الكورونا قبل المباريات، وهيكون في بروتوكول طبي اخر الفتره الجايه بعد اللي كان فيه ارشادات معينه في الفتره الاخيره، مش هنلتزم بيها وهنغير البروتوكول الطبي. وهيكون في تيست كده متعلق بسحب عينه دم الفتره الجايه عشان نشوف من خلالها مساله في اصابه فيروس كورونا ولا لا. لو في العينه فيها مشكله ممكن نعمل مسح، مفيش مشكله في العينه خلاص اللعيب يلعب ومفيش اي ازمه. طيب اخر حاجه، جهاز المنتخب الاولمبي بيدرس وديات اكتوبر ونوفمبر. انا في المكان ده من حوالي اسبوعين طلعت قلت مفيش اجنده في اكتوبر، وقلت قبل كده لا هيبقى في كاس امم افريقيه ولا في تصفيات كاس امم في 9 ولا 10، وقلت 11 غير مؤكده، ورغم ان المواعيد تم اعلانها من الاتحاد الدولي بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي لكنها غير مؤكده. كله في النهايه سيخضع للبروتوكول الطبي، واجنده اكتوبر بالنسبه للمنتخب الاولمبي مش اكيده، لانك عندك ناديين بيلعبوا دوري ابطال افريقيا صعب تسحب منهم لعيبه في اجنده زي دي، والاتحاد الافريقي قال اجنده وديه. كلام واضح، واتمنى بقى الجدول الدوري يعلن وتطلع تفاصيله حتى المباراه الاخيره. لان بالمناسبه اختم بس الجزء ده وبعد كده هطلع فاصل، لو الدوري المصري لا قدر الله اتلغى السنه دي، انا بقولها هو علني قدام الناس كلها، والدوري السنه الجايه هيتلعب في 11 وحصلت مشكله واتلغى، لائحه المسابقات في الاتحاد الافريقي بتمنع اي دوله ان يشترك من انديتها في البطولات الافريقيه للانديه اذا اتلغى عندها 2 موسمين متتاليتين للدوري العام. المشكله دي في ليبيا حاليا وبيشوفوا لها حل، لان دوري ابطال افريقيا القادم الكونفدراليه من الوارد بنسبه 99% مش هيكون في اي نادي ليبي بيشارك فيها بسبب الغاء الدوري اكتر من مره. لو لغيت الدوري المصري السنه دي والسنه الجايه مش هتلاقوا انديه مصريه بتلعب في دوري ابطال افريقيا، ودي لائحه المسابقات اللي محدش بيراها ولا بيطلع عليها. اخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل.